هتكلم على throttling valves. throttling اللي هي عملية تقليل البريشر في الفلو، فممكن زي ما مرسوم هنا في الرسومات التوضيحية دي يكون عندي valve، فالvalve بيقلل الكروس سكشن الاريا، فبيخلي ان اللي يحصل بريشر دروب عشان الفلو يفضل مستمر، ففي restriction هنا بيقلل البريشر. او ممكن يبقى plug كده في porous، معناه ان في شوية فتحات بيحصل برضو فلو من خلالها لكن البريشر بيقل، بيحصل بريشر دروب، كابيلري تيوب، تيوب رفيع قوي فالبريشر بيقل، فدول اسمهم فلو ريستريكتنج ديفايسز. فالثروتلنج فالف دي موجود على طول برضو في اماكن كتير، في اشهر حاجه جوه الريفريجريتور، في سايكل في الريفريجريتور انت بتبرد بيها الفلويد عن طريق ان انت بتدخله وهو عند بريشر عالي الى كابيلري تيوب او ثروتلنج فالف، بيقلل قوي البريشر والتمبريشر كمان بتقل معاه، فتقدر تبرد بالطريقه دي. والفكره بقى ايه، ان انت لان الـ هنا ما بيحصلش اي نوع من الهيت ترانسفير لان بتبقى سريعه قوي والسيرفس اريا قليله، ما فيش هيت ترانسفير وما فيش ورك بيحصل، فبيحصل تغير في التمبريتشر وانت والفلويد بيعدي من خلال الثروتلنج فالف ده، والتغير في التمبريتشر ده عاده بيبقى بالنيجاتيف، يعني التي 2 ماينس التي 1 او الدلتا تي دي عاده بتبقى بالنيجاتيف، معناها تمبريتشر 2 اقل من تمبريتشر 1، وبتعتمد على حاجه اسمها جول تومسون كوفيشنت، ودي يعني ثيرموداينامك بروبرتي فانكشن في السي بي، وهنبقى نشوفها بعدين يعني لو لينا عمر ان شاء الله. لكن ساعات ممكن الدلتا تي تبقى بوزيتيف، ساعات تبقى بزيرو، لكن في معظم التطبيقات بتاعتنا بتبقى الدلتا تي دي بالنيجاتيف. فهو لو انت طبقت انرجي بالانس على الفالف ده، عندي فلو داخل وفلو خارج، وده هنا الثروتلنج فالف، فال لان مفيش كيو ومفيش ورك، فاذا ال H2 لازم تساوي ال H1، H في الخروج لازم تساوي ال H في الدخول، وال H دي اللي هي ال U plus ال PV بتساوي U plus PV في ال out، ده 2 ده 1. فاللي بيحصل ايه، ان ممكن ال PV term تقل، فبالتالي لازم ال U تزيد عشان تعوض، او ال PV term تزيد يبقى بالتالي ال U تقل عشان تعوض. والبي في تيرم انت بتقلل البريشر، دايما بتقلل البريشر، فالبي 2 لازم يبقى اقل من بي 1، بس في نفس الوقت الفي دي بتعتمد على الماتيريال بتاعتك وهو في اي مكان في الفيز دياجرام بتاعه، هل هو قريب من كريتيكال بوينت او بيخش كساتوريتد ليكويد او شكله ايه، فالسبيسيفيك فوليوم ممكن تتغير على حسب شكل الكيرف. فالنهايه ان لو بي في 2 دي قلت عن بي في 1 يبقى التمبريشر هتزيد، لان اليو لو عشان يفضل ثابت لو دي قلت يبقى اليو دي لازم تبقى ازيد من اليو دي، واليو دي اليو از فانكشن في التمبريتشر اساسا يعني، او العكس لو البي في 2 دي قلت عن البي في 1 زادت عن بي في 1 يبقى اليو هتقل، يبقى التمبريتشر هتقل، وده اللي بيحصل عاده. فالثروتلنج دي ديفايس مهم وموجود، وده اللي مكتوب هنا كده يعني، واحنا بنستخدم في البروسيس دي الايكويشن بسيطه ان H2 بتساوي H1. خلينا نبص على الاكزامبل ده، عندي ريفريجرنت 134A ده موجود في الثلاجات، دخل هو بيقول انترز ذا كابيلري تيوب اوف ريفريجريتور، فدخل على الكابيلري تيوب اللي هي هتقلل البريشر جامد قوي، از ساتوريتد ليكويد، دخل على ساتوريتد ليكويد. فلما تبص على البي في دياجرام فهو دخل كساتوريتد ليكويد بس عند بريشر 0.8 ميجا باسكال، هيحصل له throttling لpressure هيقل ل 0.12 ميجا باسكال، فالpressure هيقل فهيدخل جوه ال 2 phase region يعني، فهو عايز ال quality and the final state. ادي ال final state هنا، ده ال pressure اول هنا كان 0.8 نزل ل 0.12، عايز ال quality and the final state وال temperature drop delta T قد ايه وال X2 قد ايه. فهو الموضوع بسيط، احنا هنستخدم الايكويشن ان H2 بتساوي H1، H1 احنا عارفين ان هو ده ساتوريتد ليكويد، ساتوريتد ليكويد عند 0.8 ميجا باسكال، فهروح على الجدول وساتوريتد ليكويد هلاقي ان الحاله التمبريتشر
كانت 31.3 ديجري سنتيجريد، والانثالبي بتاعه H saturated liquid 95.48 كيلو جول بير كيلوغرام. يبقى دي نفس الانثالبي بتاعت الخروج. طيب انا عارف البريشر في الخروج، يبقى ممكن في الخروج اجيب ال HF وال HG واجيب الكواليتي. الكواليتي هتساوي ال H2 minus ال HF على HFG. H2 اللي هي بتساوي H1، فأقدر اجيب ال X، ودي طبعا بتجيبها عند الخروج 0.12 ميجا باسكال. وبرضو تجيب التمبرتشر هنا عند الساتوريشن T2 وتشوف الدلتا T هي بتساوي T2 minus T1 عشان تشوف قد ايه. فطلعت ان الفرق درجة الحرارة minus 53.6، فقلت درجة الحرارة من 31 درجة درجة عادية الى نقص 53، فوصلت لماينس 22 بس عن طريق الثروتلينج. عشان كده نعرف ان الريفريجرنت مختارينه بحيث ان البروبرتيز بتاعته تبقى مناسبة، ان هو لو حصل له بريشر دروب جامد في الثروتلينج التمبرشر بتاعه بتقل، هو بياخد الانرجي اللي هو محتاجها من نفسه، فبيضطر التمبرشر بتاعته تقل زي عملية الكولينج مع تقليل البريشر، نفس الفكرة. ودي طبعا الفكرة اللي بنستخدمها في الريفريجريشن.